سؤال أخت فاضلة كانت بعتها على صفحتنا، بتقول في فترة من حياتي ما كنتش ملتزمة سنين كتير، فكيف أؤدي هذه الفروض من الصلاة؟ وهل النوافل بتشيل هذه، يعني التقصير قصدها تشيل الصلاة، ولا إيه الصح؟ الأصل صاحبة السؤال في قضاء الفوائت من الصلوات المفروضات إنه واجب، يعني الصلوات اللي انا ما صليتهاش قبل كده في حياتي واجب عليا ان انا اصليها، وده قول جماهير العلماء والفقهاء، فيجب على المكلف قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كانت كتيرة الصلوات اللي ما صلهاش، ما عدا طبعا اللي بتتركه المرأة بسبب الحيض او النفاس، هي لا تقضي هذه الصلوات. وذلك لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى أنت نسيت صلاة، ما صل يعني ده أنت نسيتها مش تركتها عامد، يعني إذا وجب القضاء على الناس اللي نسي أنه يصلي واجب القضاء على الناس الذي عذره الشرع في أشياء كتيرة. فبالتالي بالمفهوم كده إن المتعمد بترك الصلاة إهمالا وكسلا أولى بوجوب القضاء عليه لأنه غير معذور. وجوب القضاء أيضا لاعتبار هذه الصلوات دين في الذمة، هو الصلوات دي لما مش أنت مكلف بالقيام بيها وأدائها على وقتها وانت ما عملتوش، هل يسقط؟ لا، ده دين ثابت في ذمتك. ورد في صحيح مسلم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله احق بالقضاء. فيجب عليك ايتها السائلة الكريمة ان حضرتك تقومي بصلاة فريضة فائتة مع فريضة حاضرة، حتى انه يعني يغلب كده على ظنك انك انت اتممتي قضاء اللي ما عليكي من صلوات فائته. وممكن زي ما الفقهاء اشاروا الى ذلك من باب التيسير على اللي عليك صلوات كتيره وعليه قضاء عدد كبير من الصلوات، ان انت في القضاء بتجيبي الحد الادنى مما تصح بيه الصلاه حتى لا تشقين على نفسك. فيعني انك انت مثلا ما تيجي تصلي تقري تقومي بقراءة الفاتحة فقط في كل ركعة، ومش لازم تجيبي سورة بعدها أو آيات بعدها، تصلي بالمطلوب الحد الأدنى المطلوب في الصلاة عشان تقدري انك تصلي من اللي عليك كتير. فأجيب الفاتحة فقط في كل ركعة وتسبيحة في الركوع بدل ثلاثة أو خمسة أو ما زاد، والسجدتين نفس القصة، كل سجدة تجيبي تسبيحة بدل ثلاثة أو أكثر من ذلك. لأ، بتجيبي الحد الأدنى مع طبعا التشهد والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من الصلاة بالتسليم، فبتجيبي الحد الأدنى عشان تقدري تقضي من اللي عليكي في يسر وسلاسة. وعايزة أكد على حاجة، إن النوافل لا تغني عن الفرائض، عشان حضرتك بتقولي في السؤال أنا أقوم بالنوافل فتغفر لي ما فاتك أداؤه. طب ما أنا بصلي نوافل، ما أولى أصلي من اللي علي، يعني أصلي ما فاتني أداؤه وأصبح قضاء، إما بسبب نسيان أو بنوم عن الصلاة أو لأن أنا كنت مهملة في أمر الصلاة. فوجب على الإنسان قضاء ما فاته يا صاحبة السؤال، والنوافل لا تغني عن القيام بالفرائض. وننبه دائما ان الانسان اللي فاته القيام بالتكليف على الوجه المأمور به، فاتني ده يبقى انا خالفت الامر وما اديتش التكليف زي ما امرت به، يبقى لابد من التوبة على ان فاتني القيام بالتكليف في وقته، اللي زي الصلاة، ان الصلاة دي لها موعد محدد، يبقى لابد من التوبة ولابد من كثرة الاستغفار، من التقصير في أداء الفرض في وقته، وإنك أنت كمان لم تقومي بقضائه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم.